اهلا بكم مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي في حلقه جديده من برنامجكم نسول الناس. اليوم خرجنا نسول الشارع المغربي واش هما من النوع اللي كيشاركوا الصور ديالهم والفيديوهات ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي فاش كيمشيو شي بلاصه راقيه ولا كياكلوا شي اكله فاخره. نشوف الاجابه ديالهم ونرجعوا لكم من بعد. ما تمشوا فيه. حنا كما كنعرفوا بان المجتمع دابا ولا كيعرفوا واحد الثوره يعني مثلا تكنولوجيا بحكم سهوله التواصل ديال المواقع الاجتماعي بحال الفيسبوك يوتيوب تويتر. هو صراحه كندوي على الفئات الشبابيه يعني يمكن نهضروا على الشباب. اي شاب كيكون في واحد المستوى كيكون في واحد الاسره اللي كتكون منفتحه موفره ليه كيحل عينه كيسب راسو انه موفر ليه كل شيء قدامه كيحاول مثلا انه باش يجسي في اي كلام او اي هضره او اي موقف تعرض ليه او كان فيه او مارسو بتشير او ببارطاج كما كنقولوا صوره او فيديو او او تعليق او هذا في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن هذا الشيء ما كينساو بانه هناك اناس كيقبعوا في واحد الحرمان الاجتماعي حقيقي. انت مثلا انك انت مثلا مع الشيء في ريستورون اللي هي 5 طوال مثلا دير بحساب بانك اللي ما معشيش حتى الخبز واتي ما لقاش. وصراحه هذا الموقف هذا ما مزيانش انك تصور تصاور ديال الماكله ولا ديال شي بلايص من اجل انك فهمت تغري بهم الاخرين من اجل انك تبجح على الاخرين. هذا ما مزيانش. ولكن بلامي لا صور انه يبقى يخليهم عندهم سوفونير ماشي مشكل. كامل اللي كنديروها كنمشيو شي بلاصه ما عمرنا مشي ليها كنتصوروا انا راه كنت في البلاصه الفلانيه انا راه كنت في القهوه الفلانيه راه كنت في لوطيل الفلاني عادي ما كاين مشكل. ولكن باش تبوستيهم في الفيسبوك وتبجع على شي ناس وتير واحد 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 المشكل عند الناس اللي اصلا الناس ما مشاوش هما ديك البلاصه ولا ما قدوش ياكلوا ديك الماكله لا في رمضان ولا لا في غيره شويه بحال كيدير لهم واحد المشكل. بدا انه ما خصوش يدير هذا المشكل هذا ويحتفظ بهم ما كاين مشكل. وانا صراحه انا فيما مشيت كنصور فهمت ولكن شي بلاصه ما عمرك مشيتي لهم فهمت نضرب لهم شي تصويره تعاود للوالده ديالك تصيفطهم للخوادر ديالك انا كنت في البلاصه الفلانيه انا درت بحال كتعمر السي في ديالك. ولكن باش انا نبوستيهم في الفيسبوك ونقول له انا كليت الماكله الفلانيه انا فطرت بالفطور الفلاني انا تغديت بالغداء الفلاني شي شويه فيها فوق الانسانيه ما خصهاش دار وماشي اخلاقيه. لان كما قلتي فهمت كدير واحد المشاعر ديال الاخرين اللي ما قدوش هما اللي ما عندهمش الاستطاعه انهم يكونوا في ذاك الموقف ولا ما عندهمش الاستطاعه انهم ياكلوا ديك الماكله لان العين بلا ما عنده العين وما نعرف والله اعلم. لا ماشي من النوع ديالهم. انا ما كنصورش الماكله وداك الشيء ناكل نبقى نلوحها باش يشوفوها الناس لا ما يمكنش حيت كاين الناس ما عندهمش فقراء مساكن ما ياكلوش داك الشيء اللي الا تلاحت عليهم ما جاتش ما خصهاش يديروها الناس عياقه ولا تيقولوا ليها وصافي. المهم ما خصهاش يديروها بحال ديك الاكله شي اكله زوينه ولا في شي بلاصه زوينه بنادم ما يمكنش تصورها. كاين مسكين الواحد مسكين اللي ما عندوش داك الاستطاع انت كتصور شي حاجه وكتهبطها في الفيسبوك مسكين هو كيشوفها كيقول اه واش هذا فين عايش. هو مسكين ما عندوش شي حاجه بسيطه مسكين ما عندوش وانت كتبدا كتفتخر عليه وكتبدا كتعيق عليه فهمتي بحال ما عرفش شناهو انت عندك. ولكن داكشي انا ما كنديروش. انا نقدر نصور شي تصويره تكون زوينه ونكتب عليها شي حاجه زوينه وكيستافد منها الاخر وكيستافد منها اي واحد ماشي مشكل. لا كنديرها ما كنديرها بعض المرات كتمشي شي بلايصه كتصور كتقول انا نديرها في البروفيل انا نصيفطها في الفيسبوك كيشوفوني لي زامي حاجه طبيعيه هي بداك بحال الماكله ولا شي حاجه زوينه شنو ما تقدرش تصيفطها ماشي عياقه ما مش عياقه شي حاجه كتبغي حتى كتخليهم دوك تصور في الفيسبوك تلوحهم وتخليهم واحد سنين معني كتقول تبقى تفكرهم ذكرى وش حاجه هذا ما كان هذاك العقليه ديالو شويه باقي العقليه ديالو هذاك على حساب كيدافع ذاك الجانب بحال جيعان بحال هو اول مره كيعيش في ذاك الخير هو الخير موجود هو كيتصور ذاك الماكله ويصيفط الفيسبوك. راه كاين مسكين ما عندوش ما ياكل ياكل خبز مسكين يقدر ياكل خبز عارفي وانت يا كتصور ليه شي اكله وشي طابله فيها بزاف وكون غير ياكل الماكله كياكلهاش كي تقدر تلقاها حتى الطارو ديال الزبل مليوحه كيجمعها كيتصور بها كيبين يعاق على صحابه وصحاباته شي ما من والوكش. ما عمرني درت هذه القضيه هذه علاش؟ هكاك من عند الله شي بقى فيا الواحد الا داز من قدام وانت جاك الحشومه شدي شويه قضيه قاسحه راه ربي فرق الريوسف ماشي غادي ندير اي حاجه دايره الاخر نديرها تي انا راه بوحدي كل واحد ربي فرق الريوس اذا كل واحد يدير اللي بغى ضروري خصهم يديروا ديك القضيه علاش؟ حشومه راه كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش كاين واحد تيتشاهد ديك القضيه تيقول تيضرب في جيبه ما عنده تاريه مسكين
ضروري شي قضيه قاسحه وخصو شي يدير بحالك. راه تكون طبيعي مع بنادم متواضع، يبغي يبان زعما راه عندي وكذا، خص بنادم يتواضع صافي، مشي شي لبلاصه بلا ما تفرطها، يتواضعوا معايا بالله. حيت كاين واحد ما عندوش وما يبغيش ما يبانش عليه. لا انا ماشي منهم، حيت طبيعي بنادم يكون متواضع شويه، ماشي انا غنمشي لشي بلاصه نتصور باش نبان على صحابي ولا شي حاجه. لا حنا كاين اللي كيتصور باش تبقى ذكرى، باش فهمتي كيبغي يتصور يكون عنده زوينين فهمتي، كيخليهم ذكرى. اما كاين بنادم ثاني اللي كما قلتي كاينين بزاف وكثار، كيمشي كيقول لك لا انا نتصور باش نبان هنا، خصي كيخسر بزاف ديال الفلوس باش يبان على صحابه ولا الاصدقاء ديالو كلهم، كيقولوا هذا مشى فهمتي، حيت هو داكشي اللي كيبغي كيشوفوا دابا صاحبه فين، واه مشيتي لتما تصورتي فهمتي، بحال قلتي هو ديك الساعه كيحس براسو بحال دار شي حاجه هو راه ما دار والو. واه صراحه انا عزاز عليا التصور ديال سميتو اللي كاينين بحال كانون بحال سميتو نتصوروا هادي ونبارطاجيها، احسن من ديال التليفون وسميتو. وبالنسبه نبان ولا سميتو ما عنديش شي هدف نبان ولا ما نبانش، المهم كتبقى الذكرى وصافي. على حسب العقليه ديال بنادم عاوتاني، كل واحد كيفاش كيشوف المجتمع وكيشوف كيف، كل واحد كيفاش كيبغي يبان وصافي. كنت كتصور مثلا مع فنان راه كاين اللي ما كيملتهالكش هاتف محمول عا باش يجري مكالمه، انت مثلا كتمارس مثلا في لادي فايت نايتس مثلا بواحد معروف لادي فايت نايتس بواحد التكلفه غاليه، راه كاين اللي ما عندوش الشاق مثلا حذاء رياضي ينوض على الصباح يدير واحد الجري. يعني انا كنلتمس من هذا المنبر خصوصا الناس اللي عندهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي او لا مثلا عندهم اجهزه ذكيه، هواتف محموله، لوحات الكترونيه، كاميرات رقميه، انهم يحاولوا ما امكن انهم ما يبوحوش او لما انهم ما يفشوش الممارسات او البلايص انهم اللي كيمشيو لها، لانهم لي يكون في علمك بانه كما وصلتنا في الشريعه الاسلاميه انك دائما خصك تشوف واحد الانسان اللي ما تحت منك. اذا كنت انت مثلا انك كتبغي تدخل تصور في واحد الصالون 5 طوال، دير بحساب بانه كاين اللي ما عندوش مثلا انت باش انه ياخذ الطوبيس بخمسه ولا سبعه دراهم، ونديروا بحساب بان مثلا هذا الشخص اللي كيمارس واحد مثلا رياضه او لا مثلا انه كيمتطي مثلا الجيت سكي، كيبغي مثلا انه يتظاهر بها في الشواطئ، او لا انه مثلا يركب سياره فارهه كارهه او لا كيمتلكها، دير بحساب بان واحد ما عندوش بيكالا، ما عندوش بيكالا، واحد ما عندوش رجلي ما صيبش الصحه. اذا هنا كنقولوا كنلتمس واحد الا وهو التواضع، وحنا كما كنقولوا يعني من تواضع لله رفعه. رجعنا لكم مره اخرى مشاهدينا، كما شفنا فهناك اجماع من المواطنين المغاربه انه ما خاصوش يكون تباهي لبعض الاشخاص انهم يصوروا في بعض الاماكن الفاخره او بعض الاكلات الراقيه، لانه كاينين الناس ما وصلينش لذاك المستوى المعيشي. حتى انا كنكون وصلنا لتبرمجكم الناس، نضربوا لكم موعد في حلقه جديده سؤال جديد، تبقوا على خير.